يأتي هذا بينما يتواصل فتح معبر رفح البرية أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين ورعاية دول الأجنبية، كما استقبل مطار العريش طائرتي مساعدات من الإمارات وروسيا على متنها عدد من أطنان المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح. هذه الجهود مستمرة ولم تتوقف، ولكنها تتضاعف في هذه الأيام خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك واحتياج أهالي قطاع غزة لمزيد من هذه المساعدات الإنسانية. هذه المساعدات إذا ما تحدثنا من خلال معبر رفح البري دخول عدد من شاحنات المساعدات اليوم لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة، وأيضا شاحنات الوقود، ومن ضمن الشاحنات التي دخلت خلال الساعات الماضية الشاحنات الخاصة بصندوق تحيا مصر، والتي كان قد أعلن عنها الصندوق في هذه الشاحنات التي تتكون من 101 شاحنة بها أكثر من 1600 طن، بخلاف الشاحنات التي يتم تجهيزها أيضا والتابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تأتي تباعا لتدخل من خلال بوابة معبر رفح البري. بالإضافة أيضا إلى دخول الشاحنات والمساعدات يستمر الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة نظرا لصعوبة وصول المساعدات البرية عن طريق البر إلى هذه المنطقة، فبالتالي تتكثف الجهود المصرية فيما يتعلق بالإنزال الجوي على شمال قطاع غزة. أيضا معبر رفح اليوم استقبل عدد من المصابين، نتحدث عن وصول 36 مصابا لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المختلفة. على المسار الآخر المسار الجوي في مطار العريش استقبل المطار اليوم طائرتين، طائرة روسية على متنها 28 طن من مواد الإغاثة والمواد الغذائية، وطائرة إماراتية على متنها 20 طن من المواد الغذائية والإغاثة. يتم تجهيز هذه المساعدات بمعرفة الهلال الأحمر المصري لإرسالها لقطاع غزة، مع استمرار بالطبع المطبخ الإنساني في تجهيز عدد من الوجبات الخاصة بالإفطار والسحور وإرسالها إلى قطاع غزة. إذن جهود مصرية كبيرة لم تتوقف وتستمر لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.